شكلي شويه طالع غريب، كلش سمره. مو طالعين كلش سمر؟ لو احنا صدق مسمرين هيجي. احنا صدق مسمرين. وش هو مكان جابت لنا هاي الكيكه؟ ثانك يو. ثانك يو. وين الكيكه؟ طبعا توتي لحد هسه ما تعرف اي شيء، لازم نخابرها نشوف تحضرت لو لا. Guys, welcome back to my channel. إذا أنتم جديدين هنا، welcome. إذا أنتم قديمين، لا تنسون تسوون سبسكرايب، لأن كم منكم لحد هسه بعدهم ما مسوي سبسكرايب. هي أنا علي، علي أخويا. كم منكم Hello. يسألون؟ طبعاً هساني وعلي رحنا جبنا كيكة التوتة، ودان نروح نجيب توتة وناخذها ويانا من البيت حتى نروح ناخذ قهوة، لأن هذا المكان الوحيد اللي نقدر نطلع به الصبح إنه هو نروح نشرب قهوة. هسه خبرناها بعد 10 دقائق تقريبا ونوصل لها. بس اللي اشوف لكم الكيكه، اتس سو كيوت يعني. ثلاثة صايرها مسمر بعوجك؟ كلش مسمر، كلش مسمرين. وسويت لكم شعري هيجي ويفي، بس حطيت عليه مي وجعصته بالموس وهيجي حطيته بقراصه وتركته، لان بصراحه ما كنت مقرره انه اسوي ويفي، لان قصيته وغسلته وقلت انا قاعده بالبيت ما بيها حل، بس اريد اصور لكم، فقلت خليني اسوي لهم ستايل جديد، لان كلكم تقولون تركي ويفي تركي ويفي، سوي لنا اياه طبيعي. فحبيت انه اترك لكم اياه ويفي حتى تشوفون هاي طبيعه شعري ويا موس ومي. طبعا اكو شاحنه واقفه يمنا يم علي. علي صرك تعبان؟ طفي جاي قهوه. بدي قهوه. توتيه هابي بيرثدي. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Cha cha cha. تبارك صاع عمرها 25. لا صار 30. تبارك عبس الرأس. بابا كنت أحبك كبار. Okay bro, it's okay. يلا برو يا جماعه، انتوا سالتوا شنو معنى برو؟ برو معناها برادر، اخ. شلون تحد شلون راح يستعملها؟ يا اخ او اخي او لا مو اخي، يعني برو يعني فريند. يا زلمه يعني يا زلمه. لبست هذا البلوز تاي داي، هذا بي اكثر من كلر، وبنطرون، وهذا الحذاء. ذاتس ات. هيك لابسه وهي عنها توتي توم رايدر. توتي look here, you're so cute. القهوة القهوة علي جاب لنا القهوة. رح نتمشى بعيد عن الشارع. هم عندهم باك؟ يا لا مو باك، بس يعني هو الالي. ليش تو تعدل؟ هو بصراحة I agree with you، لأن عاجبني أكل هالكيك كلش أحبهم، بس أنا أحب أفطر برا شوي. إحنا أنا وعلي الصبح يعني نفطر حتى. بحي أنا علي، هو كانت علي وحدة بحي طريقة لزق جانسون ما ندري أنا. ليش بشرفك مو تتونس وياي أكثر لو لا؟ علي جايز. طبعا إحنا نشرب قهوة، نفطر، نسولف، ناخذ صور ونقضي الوقت هيجي، لأن إذا ما نسوي هيجي يمكن نتخبل، لأن راح نبقى قاعدين بالبيت 24 ساعة، فالوقت الوحيد اللي نطلع به حالياً هسه هو قهوة. قاعد أنا كل ما أحكي وياكم علي يحكي وياي. تبارك قاعدة تحكي خوب بالباك جراوند 24 ساعة. توتي ضعفان. You're so cute. ما هذا الحائط حلو. فاضل نسوي نفرفر نسولف نشرب قهوة. ها شنو؟ واو. الساوند ويف. ما شنو؟ It's just a transmission. Oh ما زبل. Oh wow. Very loud. Yeah.
بيناتكم. ترى صدق انت اكثر وحدة بيناتكم. شنو الزرع؟ لا ما دا اشم. I can't. ما بي ريحة. صدق؟ والله قربي على الوردة. نا تعي نا نا. اوكي. اي لا بي ريحة. اي صدق علي بي ريحة. علي تقرب على الوردة مو على الورقة. اي بي ريحة طيبة. مش شنو هاي الريحة؟ شامتها اني هاي الريحة. اي بس ما تعرف شنو هذا. اني هم ما اعرف. شنو هذا؟ يمكن اكو احد يعرف بالزرع. I don't know. تبارك تحسين انه ما تقدرين تصدقين الكورونا؟ يعني انه بعدني ما مستوعبه اني لحد هسه بحياتي ما عايشه هيك شيء. يو نو انت هم كذا تحسين؟ ما ادري والله يعني اكثر اقول يعني هذا اي مو صدق لو احنا بفيلم. يعني هاي الاشياء بس اسمع عنها بالافلام. يو نو بس هذا الفيلم كونتيجن ونفس الاشياء اللي بيده صار فيني. عايشة ميت الورد؟ الورد هسه ريحته كلش قوية صارت. The under on the car that it's just the chassis. The rest of the car is brand new. Wow. Wow. It's custom. That's why. احنا شربنا قهوة وستوتا تفتح الكيك. بقت قهوة على القصة حتى تاكل الكيك ويا القهوة مو؟ اي نو ذا. انا خلصت مالتي ما فكرت. انا افكر. انت مالك مفكرة. مالي مفكرة؟ مالك مفكرة يا اختي. اوه هذا مين اكل؟ I don't think so. I don't think so. Is it paper? No, look, it is paper. Oh, oh that's so adorable. It is really cute. كوش حلو. This is paper. That's so adorable, man. Is this my مكان? Nothing. Bundted cake. Nothing. Bundted cake. I love their cake. Oh. This is shorty. Here you go. So yummy, good. Ali Hak. Thanks. You're welcome. You're welcome. I need a fork. Go get one. Is this on? Dude, it's واقعين. إيش قد بيها high calories? Let's just not. لا نحكي بهالموضوع. لا والله جديا. ما نحكي بهالموضوع لنا. ليش؟ ليش؟ أنا أقول. تناكل يعني ايش غير كم مره اكل كيكه بس هي من سنه مره ما عيالي صح طبعا مو كذابه. You ate my cake but this one is very good. It's probably a chocolate would be a chocolate chips. Yeah انتم اكلوا يعني لو في شيء وحيد اللي نقدر نسوي ناكل كيك ونحتفل بيه شتوتي ايش فرج بس والله ما تونست اليوم فور فرناتش؟ ايه تونستي ولا لا؟ علي ما مبين كلش صحكي قمة طيبة هلا علي صحكي قمة طيبة مو؟ It's too sweet انا كلش حبيتها لا I wish it wasn't carrot I really wish انا كلش حبيت الكيكة I don't know why he picked it. It's so soft. I like vanilla more. It's too sweet. الباشر رح أركض ركض. Sprint 3 miles. Tomorrow's gonna be thunderstorming. بعد أحلى. والله ركض بالمطر حلو والله. تزحلقين. لا ما تزحلقين. والله ما تزحلقين. طينه وقعد ما راح ازحلق ما شفتها ما شفت شو اسمه الطين وقعد نص الطين
ما راح تكون أول مرة أركض بالمطار. أنا دائما أركض بالمطار. Once. لا. She's always running in المطار. No, she's expert. أقل شيء صار لي يمكن 5 مرات أركض بالمطار. أقل شيء. Oh boy, yeah. This is over exaggerating. دراما. أحب الموضوع أنتوا لا أنت ولا هي تركضون وياي. So how do you know? And we're still tighter than you. No, y'all are not tighter than yeah, me. No, Look at this. Look at this. Tight as fuck. But as much harder. Look, look how much harder. Wow, wow, he's got quite a lot of money. Wow. Why so we mad at you? We just are not mad at you. There's a move. We mad him. ding ding ding. خلصنا كيك، شو وقت أبلش طبخ؟ فات ساعة؟ بلش طبخ الشيخ محشي؟ أبلش طبخ الشيخ محشي؟ نبلش طبخ الشيخ محشي أنا وتوتا راح تعلمني شلون أسوي شيخ محشي بس تساعدني بنفس الوقت So, hello guys تبارك already بلشت تطبخ بالشيخ محشي بتحمس البصل والثوم هنا هاي أول خطوة بالشيخ محشي من ينحمس الثوم والبصل راح أضيف هذا الجراوند بيف اللي هو لحم مثروم طبعاً بالعراق كل عائلة تسوي شيخ محشي يختلف أكو عالم يحطون بداخله تمن مثل يعني مثل الدومة وأكو عالم ما يحطون بداخله تمن إحنا من العالم اللي ما يحطون بداخله تمن بس راح نسوي تمن مال قرناديط اول مره راح اسوي ويا توتا توتا سويتها قبل كوما فهسه راح تعلمني اليوم شلون اسوي الشيخ محشي وشلون اسوي التمر مال قرناطيط هنا انا حطينا اللحم المثروم وسبع ننتظره شويه ينطبخ قبل ما نحط البهارات عليه بعدها قاعده تقلب باللحم لحد ما يصير عندنا الشجر للشيخ محشي اقشره هيجي يصير خط مقشر خط مقشر خط مقشر خط مقشر توتا اوريدي سوت هذولي اربع ثاني راح اسوي هاي أبلش نفس الشيء بالبيتنجان طبعاً البيتنجان لازم يكون أصغر بس هنا أنا ما عندهم بيتنجان صغار لازم بس أروح على الأماكن الأيجن حتى ألقيه والبارحة ما صار عندنا وقت نروح فجبت هذول كبار الكبار رح أقسمهم بالنص فرح تصير عندي تقريباً مثل أربع بيتنجانات مو لو بأكثر أقسمهم لا بس نص حتى بس نص؟ أوكي أول شيء أقشرهم نفس الطريقة هسه راح نحط البهارات على اللحم ادوبو على كل شيء ادوبو اول بيربس فاني استعملها على كل شيء اني هم اوكي ما اتوقع اكو بيت ما عنده سبع بهارات على اللحم الكمون نحطه لانه يشيل الزفره مع اللحم وهذا بلاك بيبر فلفل اسود والليمون بيبر احنا نحب الحموضه كلش بالاكل احط بابريكا شوية سبايسي اللي ما يحب السبايسي يحطونه هواية منها أحط سماق همين بعد الملح وطبعا الكميات حسب الرغبة انتو شون تحبون تحطون ملح ايش قد تحبون تكون مالتكم بهاراتكم فحسب الرغبة تكون لازم اشيل بالنص مع الشجر واني عبالي عندي حفارة وقلت لها تبارك عندي حفارة بس ما عندي حفارة بس لازم اشيله بالسكين بقى لا خليني انا اسوي هذا الفرن وهذا بسرعة يتكسر انتي سوي البيتنجان طبعا الداخل اللي هو اللي اذا نطلعه هسه ما راح نذبه احنا جبنا طاسة راح نخليه ونحفظه حتى من نسوي الحشوة ككاملة نستخدمها ويا الصلصة مالتنا نحطه بالحشوة مو؟ لا. ما تحطي بالحشوة عشان تسوي؟ نحطه داير مداير التبس ها تحطي مدار مدار التبس احنا مالتنا الشيخ محشي تشوفون ما نطبخه يعني منتبه هواي عوائل عراقية يطبخوا طبخ احنا نحطه بالأوفن جنب الشجر هذا ورا ما حفرناه بس نملحه ونحطه على صفحة حتى يذب المي مالته قبل ما اقليه بينما ننتظر يذبون ميهم راح نسوي التمن مال القرنابيط اول شيء راح اقص الراس مال القرنابيط اوكي لو احنا نشيلها ورا ما تغسلوه اتركوه حتى ينزل المي كليته من عنده فراح اتركه هنا حتى ينزل كل المي من القرنابيط هسه جبنا البارسلي اللي هو راح
طبعا علي قاعد يلعب فيديو جيمز، فاذا قاعدين تسمعون طاطا طا قاعد بس سدى قسمة ناعم تعرفين شلون؟ توتي انت قلت شي تعوفي عليها حتى انا اسوي، ايش تعوفي انا اسوي؟ تبي تعلمني شلون اسوي ناعم وتقولي انا اعوف عليها شي؟ انت تعرفين شلون تقصي ناعم؟ ما تعرف بلي دا اعرف يعني كله دا قاص قصه ناعم. هسه اذا احط البارسلي اللي هو شو اسمه؟ هسه راح اقسم او اقصقص طماطيات اثنين مربعات صغار، يعني مثل مال تبوله، مثل مال تبوله ناعمات كلش لان راح يدخلون بالحشوه. اخبطه بيديه؟ looks delicious. طبعا احنا ما راح نسوي صلصه طماطه فريش يعني من الصفر، لا راح نستخدم مارينيرا صوص مال باستا. اوكي حطينا نص علبه مارينيرا صوص مال باستا. اخبطه وراح اعصر حامض احطه فوق الحشوه. اوكي هذا الليمون تقريبا ليمونه كامله. سعدنا صارت الحشوه جاهزه. اوكي طبعا هسه راح نبلش نقلي الشجر والباذنجان. بكل جهه هي في هجه تقلب وقلبيها نقلبها. الأضاءة. هسه هاي الحشوة مال الجزر. مو الجزر، الشجر. هاي الحشوة مال الشجر. الباذنجان راح نقليها تقلا سريع. إيه كله سريع. جايز هسه راح نبلش نحشي الباذنجان والشجر. طبعا جبت خاشوقه كلش صغيرونه حتى شويه احشي وضغطي حتى كله يدخل. اوكي اضغط لانهم يحط بيتمن لازم يحطون تمن ما يضغطوا لانهم تمن يفرش ثقيل يفرش. بس أوكي. اللحم ما يفرش مطبوخ خلاص واللحم اصلا ما يفرش. بيوتيفول باعوا ترستها. Should put the rest of this sauce. بس marinara sauce تحطيه هنا؟ Yeah. Okay. بس أنا هسه هذي راح أحط بعد وحدة ثانية وياه. آه صلصة ثانية. Yeah. يعني هذا جبنا البارحة اثنين قلت لك أريد. Okay. هذي صلصة ثانية. يلا عندي منظف مالي مالي هدوم بسرعة. يوخر. ها هي؟ شوف الله خبطي. سو انتوا بكيفكم ايش قد تحبون يكون المي مال الصلصه؟ احطها اثنين لانه احبها يعني سو وحده ونص للصلصه حطينا تقريبا. طبعا كل واحد وكميات اللي هو يريدها، شلون تريدوها انتوا مالتكم ايش قد عندكم لحم؟ والحشوه مال الباذنجان والشجر هذه اللي قليناها نحطها وياها. اوكي طبعا كيفكم، اذا تحبون الاكل حامض تقدرون تضيفون اكثر، اذا ما تحبون الاكل حامض تقدرون اصلا ما تضيفون ولا ليمون. صلصه صفر راح. اوكي جايز هي انا الشيخ محشي كليه صار، حطينا الصلصه فوقها غطيناه وحطيته بهذا الفايركس وراح احطه بالاوفن. الاوفن حاطته على 350. وقد اتركها توته 20 minutes. احطه في 20 الى 25 دقيقة. هسه بين ما اترك الشيخ محشي بالاوفن راح اثرم القرنابيط حتى نسوي به تمن. هي انا القرنابيط وهسه هاي الثرامة وهيجي اسوي مبراشة وابرشة. ها هي صح؟ مهم.
اوكي هسه يانا القرن ابيض حطينا شويه اويل بهاي الطاوه حتى نطبخه اقلبه من هسه اي فوقه راح نحط garlic powder اللي هو باودر مال ثوم راح احط شويه هيمالايان سولت ملح راح نحط شويه بابريكا راح نحط فلفل اسود اسوي تمن يعني هسه التمن العادي وتمن القرن ابيض صار التبسي وي 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 جايز خلي اشوف لكم الشيخ محشي عن قريب وهذا التمن مال القرن ابيض طبعا احنا نسوي شويه بيه مي حتى نقدر ناكل وياه التمن على وجربه طيب لو لا كلش طيب كلش طيب بالعافيه انا اريد اكل التمن مال القرن ابيض بوحدي اريد اجربه كلش طيب جاي جربوه تمن القرن ابيض والله اللي يريد يضعف جربوا تمن القرن ابيض لا تاكلون تمن عادي لان الطعم كلش طيب واو انا كلش مستمتع بالاكل كلش طيب عاشت ايدي وايد توتي وعلي بس بعيونه طبخ ويانا بس تفرج مستحيل ايوه ايه لاين يعني اكل جايز ام سو هابي والله كل شوي تونست اليوم تونست توتي اليوم راح تنهي وياي الفيديو ثانك يو جايز فور واتشينج اتمنى تونستوا ويانا واحتفلنا بتوته بعيد ميلاده جايز اذا حبيتوا هذا الفيديو وتونستوا ويانا لا تنسون تسوون ثامز اب ولا تنسون الاشتراك بالقناه سبسكرايب جوا وذاتس ات جايز اني احبكم كلش هواية وأشوفكم على المرة الجاية. باي جايز باي وعلي من الأكل طبعا قاعد بالهول هيش متمدد قولهم باي باي شلة باي